نحن في طريقنا الآن إلى قصر فرساي، رئيس قصر فرساي الكبير. طبعا راكبين احنا في قاطرات خاصة حتى وصلنا لهناك. فرجيكم كاميرا الصورة. هنا محطة للقطار القاطرة الصغيرة التي تقل الزوار طبعا مش ببلاش 4.5 يورو أجرة القاطرة لتستغرق بضع دقائق مش أكثر. عينك علينا من بيروت وبين بيروت وبين الشام يعني بنير ومن رد سيارة حمراء وهي سيارة حبيبي يا عيوني وين عرفت من النمرة من اللواء الكلبكار على وين على لا مرة أخرى للذين انضموا إلينا الآن نحن نتواجد في منطقة قصر فرساي. زرنا القصر الصغير والأوسط ونحن الآن في طبعا نحن الآن في طريقنا إلى القصر الرئيسي. احنا راكبين في القاطرة Yeah.
ميلك ميولي ميلك عيوني ميلك عيوني تشرب يا ضهري ونعمل لك دبولي اه يا التذاكر بترجعنا ولا بس توصلنا؟ لا طبنا بس بقى عشناس وين وين أصل من توصل وين وين عبد الرحيم نزيد احنا وصلنا ل مكان قصر فرساي الكبير